أريد دليلا من القرآن والسنة على تحريم تهنئة النصارى بعيدهم، وهل إذا دعيت إلى فرح في الكنيسة أذهب أم لا؟ لا يجوز، لأن هذه أماكن قوم غضب الله عليهم، والعذاب ربما يتنزل عليهم في أي لحظة، فإذا نزل عليهم فلا تكن معهم، فلا تكن معهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآيات، فالآيات في ذلك أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر، وكلها ناهية عن موالاة غير المؤمنين. والموالاة هي محبة في الظاهر، محبة في الباطن، وعلاقة ومنها نصرة في الظاهر. زد على ذلك أن التهنئة تهنئة بأعياد كفرية كما قلت الآن. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، واعتقدوهم أن المسيح قد قتل وصلب، ثم بعد ذلك قام من صلبه، فهم يحتفلون بهذا الأمر ويسمون ذلك عيد القيامة المجيد. فماذا أقول لك؟ نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياك بالخير والحق.